واو أعطيني هاتي هاتي بسرعة يلا لا تلمسيها شو عم تعملي لا تحطي معلقة فيها بعدي ماما خليني دوق لقمة وحدة حابة تاكلي كف تعبت كتير لحتى تطلع حلوة وزي انت فواكه مجففة رح تخربي زينة بالمعلقة بس تحطيها بالزبدية وتخبصي فيها تركيها تركيها وحدة من ايدك هي. هي عملتها لبريتا صحي جانكي تعي لو سمحتي طالعي شي علبة أكل وغسليها منيح وحطي لها غدا فيها عملت لها الأكلات اللي بتحبها وما بترجع بكير وبتعرفي أول ما بتروح على العيادة رح تنشغل وتنسى ما رح تاكل شي وبعدين رح تجوع حاضر مدام هي ضلت بعيدة عن البيت سنتين ما بعرف إذا كانت عم تاكل وتهتم بحالها لأنه هي نحفت كتير لا خالتي جانكي بظن أنه نظرك هو الضعفان شو معنك شايفة أنه بريتا ما نحفت أبدا لساتها مثل ما هي جسمها حلو ومليان ماما أنا لاحظت شغلة مهمة شو؟ من لما رجعت بريتا على البيت أنت نسيتيني على الآخر قصدي من وقت ما اجت ما بيهمك غير بريتا شو بدها تاكل وبريتا شو بتحب ما عم تهتمي غير فيها بهالبيت وما عم تسأليني بنتي شو بدك شو جاي على بالك اطبخ لي بنتي انا قضيت اخر سنتين مو شغلتي غير اطبخ اكلاتك المفضله كل يوم عملت لك معكرونه بالبشاميل وورق عنب ومحاشي كوسه وباذنجان وكبسه ومقلوبه عملت لك كل الاكل اللي بتحبيه شو نسيتي انت بتحبي كل شيء بتاكلي الاخضر واليابس وما بلحق لك بريتا غابت سنين وبدي اعمل شيء مميز لها بقى ليش عم تغاري منها هلا بعرف منيح انه هي بتحب الحلو مشان هيك عملت لها هالاكله وضفت لها الجوز اللي بتحبه واللوز الكاجو والزبيب آخر سنتين كانت لحالها وأكيد صار لزمان ما أكلت حلو مشان هيك عملت لها إياه يلا روحي شوفي شو عم تعمل هلأ بدي إياها تاكل فطورة وهو سخن ما بتحبه بارد بلكي لسه ما فاقت ولساتها نايمة يلا روحي روحي تفقدي يا حبيبتي حاضر فوراً أمي تركي من إيدك بريتا بريتا شرستي لا تدقي هيك على الباب والا بتكسريه هلا بنتي لا منيح انه اخيرا صارت محترمه شوي لو شرستي القديمه كان دفشت الباب برجلها وما دقت على الباب كانت فاتت على الغرفه بدون ما تسال وتستاذن من حدا بقى لازم تنبسطي لانها دقت الباب هالمره ماما لا مو هيك القصه بس انا مضطره ادق الباب هلا لانه بريتا قفلت الباب من جوا مشان هيك دقيته يلا جانكي امشي بريتا. نقلي شويه بطاطا يلا بسرعه ليش ما كنتي عم تفتحي الباب؟ صراحة ماما جبرتني اجي لهون مشان اتفقدك وشوف اذا فقتي لانه اليوم هو اول يوم شغل مشان ما تتأخري تتأكدي اذا فقت او لا؟ شو كنتم مفكرين؟ اني رح ضل نايمة والشمس طلعت؟ لا بريتا انا بعرف قديش انتي شخص مرتب ومثالي انتي بتفيقي قبل ما تشرق الشمس بتفيقي قبل ما تديكي صيح كمان شايفة اختي؟ كانت وقعت الكاسة وانكسرت اي مو مشكلة اختي تركيها فداكي شوفي بريتا تعرفي اشتقت لك واشتقت لحكيك هذا كتير عن جد بريتا كيف بتكذبي علي بعد كل شي عملتي بعرفك كنتي صريحة انت اشتقتي لي لو انك اشتقتي لي عن جد كنتي زرتيني بآخر سنتين على القليلة مرة بس لا انت بعد ما طلعتي من هالمدينة ما طلعتي وراكي حتى اختي ما كنت رجعت لو ما نقلوني لهم بس ما كان عندي خيار تاني غير ما سألوني لوين بدي روح لو إنهم قالوا لي إنه رح ينقلوني على هالمدينة ما كنت قبلت وكنت طلبت منهم انتقل على مكان تاني بس هلأ خلص مشي الحال لشو؟ فيك تقلي لي شو؟